مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز. أهلا بكم أستاذ أشرف. بداية، وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري عوض بن عوف يعلن عن تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري وتنصيب عبد الفتاح عبد الرحمن بدلا عنه، ما دلالات هذه الخطوة؟ هي دلالات واضحة تعود إلى ضغوط شعبية كبيرة كانت قد انتظمت منذ يوم الخميس بعد إعلان عوض بن عوف بيان استلام الجيش للسلطة، والربط واسع من قبل المواطنين ومن قبل القوى السياسية وجهه بن عوف، فيضطر إلى تقديم هذه الاستقالة حقنا وامتصاصا لكثير من الغضب الذي يعني ظل يبتلف كل الشعب السوداني. هل تتوقع أنه بتنحي عوض بن عوف عن منصبه سيهدئ الشارع السوداني؟ عموما حتى في القوات المسلحة كان هنالك من يحصل ضد عوض بن عوف أمام المحتجين صراحة، وهذا ربما أوجد أول حاجة تماسك داخل قيادة قوات الشعب المسلحة. أما النقطة الثانية بالنسبة للمحتجين فربما قد تختلف المواقف، البعض ربما قد يرى أن لذلك نهاية للقضية، وآخرون بالتأكيد سيظلون في مواقع الاعتصام لأن تجمع المحليين السودانيين حتى الآن لم يصرح أي تصريح أو يخرج بيان يؤكد فيه أن هذا يعني أن القضية قد انتهت تماما. سيد أشرف، هل ترون أن الخطوة تمهد لترشح عوض بن عوف لانتخابات مقبلة، خاصة بعد الإعلان أن المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة عامين كحد أقصى؟ عوض بن عوف ليس مقبولا باعتبار أنه صرح ضد المتظاهرين وضد المعتصمين في أوقات سابقة والآن، وبالتالي من الصعب جدا أن يستقبله جماهير الشعب السوداني، خاصة وأنه أصبح في الكراهية الرمز الثاني بعد الرئيس عمر البشير السابق هناك مخاوف من تكرار السيناريو السوداني مع سيناريو سبق أن حدث قبل ذلك بدول قريبة من السودان، ما تعليقك؟ ربما قد يكون ذلك هو حقيقة إذا لم يستجد يعني تجمع المهني السوداني لإدارات المجلس العسكري الانتقالي وراء أنه لا بد أن يتم التسليم مباشرة لسلطة مدنية الآن، وهذا ربما يعني أن هنالك مواجهات أو تحديات قد تكون ماثلة بين في المستقبل، وهذا يعني أن استمرار الأزمة وعدم انتهائها بشكل كامل. هل مع هذه المتغيرات تستمرون أو سيستمر الشارع السوداني بالمظاهرات؟ حتى الآن من الصعب التكهن بذلك، ولكن يعني هذه المسألة تحتاج إلى التوقف عندها قليلا. عموما هنالك فرحة الآن عارمة بذهاب ابن عوف، لا نعرف هل تنقلب بعدها خيبة إلى الأمل أم تستمر، ولكن من الملاحظ أن برهان كان قد يعني تجول بين المتظاهرين ولوح بيده أيضا لأحد قيادات القوى السياسية المعروفة الأستاذ المهندس إبراهيم الشيخ وغيرها من المواقف له تحسب أنه يعني بالرغم من رتبته الكبيرة في أوساط القوات المسلحة استطاع أن يتلاحم مع المعتصمين في الذين تواجدوا لأكثر من أسبوع كامل بالقرب من محيط القياده العامه لقوات الشعب المسلحه، وهو الوحيد الذي استطاع ان يتحدث معهم ويتفاهم معهم ويتحدث مع الجنود الذين كانوا بالقرب منهم وغيرها من المواقف التي ربما جعلته هو حتى الان يعني مقبولا نوعا ما بالنسبه لمن هم ضباط اخرون في المجلس العسكري الانتقالي. لماذا برايك تم اختيار عبد الفتاح عبد الرحمن كرئيس المجلس العسكري الانتقالي، وهل تعتقد أن هذا الشخص تحديدا هو الذي يستطيع أن يقود المرحلة القادمة؟ هو المفتش العام، وربما تم اختياره لأنه هو محبوب داخل الجيش ولأنه كان أغرب لنفس وروح المتظاهرين المعتصمين في محيط القيادة العامة، وهذا ربما ما رجع كفة برهان على ابن عوف. الجامعة العربية تؤكد أنها تراقب باهتمام تطورات الانتقال السياسي في السودان، برأيك كيف ينظر الشارع السوداني لتعاطي الدول العربية والمجتمع الدولي كذلك مع ثورتهم؟ المجتمع السوداني ينظر أنه بالنسبة للدول العربية هي ظلت في صمت باين وواضح من هذه القضية، أما الدول الغربية فكان لها موقفا واضحا وقدمها مع مطالب المحتجين ومطالب الشعب السوداني. رئيس تحرير صحيفة الجريدة سيد أشرف عبد العزيز، شكرا جزيلا لك.